محمد محمد، ايه لولو؟ تعالى بس بسرعه. بقولك ايه، فكك انا نازل. اثبت بس، تعالى بس ثواني بس الحق. في ايه؟ مش هتدخل يا عم. يا ابني اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ طب تعالى ادخلك هنا. ايه ده يا عم؟ في مصارعه موجوده على النت، انت لو نزلت دي اصلا هنا وصورتها فيديو بتكسب 5000 جنيه. بتصور لي يا اسطى؟ هتكسب 5000 جنيه. انا عايز انزلها مش عايز. طب ايش هنعمل انت وانا؟ ماشي هتكسب. انا هاخدها لوحدي. لا يا اسطى تاتش ايرن. طب بقول لك ايه، ما تجيب المجرد. تعالى اعمل حاجه. طب انت بتعملها ازاي؟ بص، دي بترفع راسك فوق وبتنزلها. لازم تنزل هنا، لو نزلت وصورت فيديو بتكسب 5000 جنيه. طب ما نعمل نفسنا ننزل ونرميها. مش عايز، ما ينفعش مونتاج. طب انت كده حاول توسعها يعني ايه عشان تخش. بس بس كده. طب اشيل النضاره. ماشي، انت بنعمل تاج للصفحه بتاعتك. ايه طيب، نزل بقى كده. نزل بقى، نزلها على البيع. نزلها هنا. تعال بس، اسمه مظبوط. لا يا عم، ما فيش. هنختار احسن واحده، هنختار احسن واحده. ارفعها لفوق. طب ما احنا مالك؟ لا انا عايز ارفعها لفوق. ارفعها لفوق بس خالص يعني. ارمي هنا.